ازيكم شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض ازاي نقدر نتعامل مع امتحانات البابل شيت اللي بالشكل ده علشان يكون كل الاجابات بتاعتنا ما فيهاش اي مشكلة خالص، عشان ده ما يأثرش على الدرجات بتاعتك. زي ما انتم شايفين في الصورة، ده نموذج البابل شيت للامتحانات باللغة العربية، وده نموذج البابل شيت للامتحانات باللغة الإنجليزية. لو في أي مادة عندك باللغة الإنجليزية، هنبتدي أول جزء عندي اللي هو البيانات الأساسية بتاعت الطالب. مثلا أول حاجة اسم الطالب، بتكتب اسم حضرتك، ونفترض مثلا اسم الطالب أو الطالبة مثلا إنجي يحيى، دي طالبة إنجي يحيى محمد مثلا. الرقم الجلوس او الاي دي بتكتبه عادي، مثلا هنقول 2021-09 مثلا، ده رقم الجلوس. القسم او الشعبة، هفترض ان انت في الفرقة الاولى. المادة الدراسية، هفترض مثلا ان دي مادة اقتصاد. الفرقة الاولى برضو، وهنا يبقى نقول القسم او الشعبة. لو حضرتك كنت في سنة تالتة، بتكتب مثلا محاسبة، ادارة، اقتصاد الى اخره. الفصل الدراسي، هنتكلم هنا على الفصل الدراسي الاول مثلا، والتاريخ اللي هو تاريخ اليوم بتاع الامتحان. الجزء اللي بعد كده اللي هو نموذج رقم، بتظلل النموذج اللي موجود على رقم الاسئلة بتاع حضرتك. يعني مثلا لو هو نموذج ألف بتظلل ألف، لو هو نموذج ب بتظلل ب، لو هو نموذج ج بتظلل ج. أنا هفترض إن أنا نموذج ألف، فهظلل النموذج ألف مثلا عشان أنا ورقة الأسئلة بتاعتي مكتوب عليها ألف. نيجي عند الجزء المهم، هنظلل رقم الجلوس بتاعنا إزاي. أنا هنا كاتب رقم الجلوس بتاعي 2109، هكتبه بقى من الشمال سواء عربي أو إنجليزي. أهو 2109 هكتبه من الشمال. اجي عند العمود اللي فيه 2 واظلل الدايرة اللي فيها مكتوب 2، واجي عند العمود اللي فيه 1 واظلل الدايرة اللي مكتوب فيها 1، واجي عند العمود اللي فيه 0 واظلل الدايرة اللي مكتوب فيها 0، واجي عند العمود اللي مكتوب فيه 9 واظلل الدايرة اللي مكتوب فيها 9. يبقى انت كده حضرتك كتبت رقم الجلوس بتاعك بشكل كويس، رجعت على البيانات بتاعتك، الاسم ورقم الجلوس والشعبة والمادة والفرقة الدراسية الى اخره. طبعا لو كنت انت انتساب، فممكن تكتب هنا مثلا الفرقة الدراسية مثلا اولى انتساب، لو انتظام تكتب اولى انتظام، وهكذا. نيجي عند الأسئلة، لازم تركز قوي في الملحوظة دي. لو تلاحظ ان احنا كتبنا البيانات بتاعتنا هنا بالقلم الجاف، لما اجي اشتغل على الإجابة لازم استخدم القلم الرصاص. ليه؟ عشان لو في اي حاجة عايز تمسحها بالاستيكة ولا حاجة، مبقاش في مشكلة عندك. انما لو استخدمت القلم الجاف في تظليل الإجابة ينفع، بس مش هينفع تشطب اي حاجة خالص، لان ده هيبوظ لك الورقة خالص. فانا عندي نوعين من الأسئلة، لا اما اسئلة اختيارات، يعني مثلا سؤال معين وجايب لي الاختيار الف، الاختيار ب، ج، د، ه. فانت لو كانت الاجابة اللي انت اخترتها هي الف بتظلل الدايرة الف، لو كانت الاجابة هي ب بتظلل الدايرة ب او ج الى اخره. يعني مثلا هفترض ان السؤال رقم 1 كانت الاجابة بتاعته ان الاختيار رقم الف، فبظلل الدايرة الف بالشكل ده بالقلم الرصاص. ده الشكل انا ظللت كده بالقلم الرصاص، كده مفيش مشكله خالص. لو انت عاوز تستخدم الجاف مفيش مشكله، بس مش هينفع تمسح بعد كده. طيب النوع الثاني من الاسئله، لو حضرتك في اسئله صح وغلط، يعني لو كانت الاجابه صح هتظلل الدايره الف، ولو كانت الاجابه غلط هتظلل الدايره هي. هفترض مثلا السؤال رقم 4، الاجابه بتاعت السؤال رقم 4 ديت غلط، فانا هظلل الدايره هي. هفترض مثلا السؤال رقم 3 اجابته صح، يبقى انا هظلل الدايرة الف. وتركز دايما في الترقيم بتاع الاسئلة بتاعتك علشان ما يحصلش اي مشكلة. طب تعالوا نشوف بقى النموذج الانجليزي، نفس الكلام هو بتيجي تكتب النيم. هنا بقى النيم عاوز تكتبه بالعربي او بالانجليزي مفيش مشكلة على فكرة، يعني ممكن تكتب برضو نفس بياناتك بالعربي او بالانجليزي، النيم مش هتفرق.
يعني مثلا هكتب هنا مثلا الاسم يحيى صابر مثلا، كتبته هنا بالانجليزي، عاوز اكتبه بالعربي مفيش مشكلة خالص. الاكاديميك يير انت في سنة كام مثلا؟ انا لو انا في ليفل 1 بعمل الدايرة ليفل 1. الديبارتمنت اللي هو لو انت مثلا في الاكاونتنج او في المانجمنت، او لو انت في سنة اولى مفيش مشكلة خالص ممكن تكتب 1 ليفل 1. السبجكت اللي هو المادة بتاعت حضرتك، المادة اللي انت بتمتحنها برضو مفيش مشكلة، لو عاوز تكتبها بالعربي او بالانجليزي مش تفرق. يعني مثلا لو كتبنا هنا ايكونومكس، اقتصاد مثلا. الاكزامينشن فورم اللي هو نموذج الاجابة، نفس القصة، هل انت نموذج A ولا B ولا C ولا D ولا E؟ طب انا بعرفها منين؟ من ورقة الاسئلة، بتلاقي النموذج مكتوب على ورقة الاسئلة. فانا هفترض مثلا ان انا نموذج B، اظل للدايرة B. الديت نفس الكلام، تكتب التاريخ بتاع الامتحان اللي انت بتمتحن فيه. الستودنت اي دي هنعمل نفس القصة اللي احنا عملناها في العربي من الشمال برضو. يعني مثلا هفترض ان الاي دي بتاعي مثلا 2438 مثلا، حاجة عمد اول حاجة مكتوب 2 اظل للدايرة المكتوب فيها 2، اجي عمد الرقم 4 اظل للدايرة المكتوب فيها 4، اجي عمد رقم 3 اظل للدايرة المكتوب فيها 3، اجي عند رقم 8 واظلل الدايره اللي مكتوب فيها 8 مثلا. يبقى انت كده نفس القصه بتاعتي. لو انا اشتغلت هنا حطيت البيانات بتاعتي مفيش اي مشكله خالص، يبقى انت كده خلصت الجزء الاولاني. طب تعالى بقى على الاسئله، نفس الكلام، يا اما مالتيبل تشويس اللي هي الاختيارات، ولو كانت الاجابه الصح مثلا A بتظلل الدايره A، لو كانت B بتظلل الدايره B، وهكذا. فانا هفترض مثلا ان السؤال الاول ده الرايت انسر اللي انا اخترتها مثلا كانت سي، يبقى هظلل الدايره سي بالقلم الرصاص ومش محتاج تتقل خالص. النوع الثاني من الاسئله قلنا ترو اور فولس، دايما ترو. لو الاسئله ترو اور فولس، ترو بتظلل الدايره ايه، لو فولس بتظلل الدايره ايه. يعني انا مثلا هفترض السؤال مثلا رقم 15، سؤال رقم 15 ده true or false، وكانت الستيتمنت او الجملة نفسها false، فانا هظلل الدايرة E لان دي الفولس. مثلا السؤال رقم 26 كانت الاجابة بتاعته ان ده true، اظلل الدايرة A. يبقى انت كده خلصت الاسئلة بتاعتك، تمشي تركز الاول على رقم السؤال وهل هو multiple choice ولا true or false. بعض الاخطاء اللي انتوا بتقعوا فيها بقى، هفترض مثلا ان السؤال رقم 39، 39 حضرتك مثلا استخدمت الجاف كده وجيت اكتشفت ان الاجابة مش هي دي، مش هي ايه. ففي بعض زمايلكم بيروحوا عاملين كده ويقولك مثلا سي، يروح مظلل سي كده، الكمبيوتر مش هيشوفها اصلا كده، كلها على بعض راحت، 39 كلها غلط، لان الكمبيوتر مش هيشوف علامتين متظللين. عشان كده بنقول لحضرتك استخدم دايما القلم الرصاص في عملية التظليل، انما البيانات بتاعتك ممكن تستخدم الجاف عادي مفيش اي مشكلة. ده كده سريعا الارشادات الخاصة بامتحان البابل شيت. نشوفكم على خير ان شاء الله، في ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في السنوات القادمة.